محمد فاروق من قطاع فنون التشكيلية. أنا النهاردة كنت جايب معدات وسماعات دي جي للجماعة هنا عشان بس إيه صوتهم يعني تساعدهم على مساعدة الصوت وكده. فجم الناس اللي هم أنصار ألفة الجندي أربع تنفار كانوا عايزين ياخدوا مني الحاجات بالعافية. أنا كنت لوحدي الصبح أنا ومعايا واحدة اسمها مدام سوير، فجم تعدوا علينا الصبح وخدوا الحاجة، ولولا إن كانت الشرطة واقفة هي اللي إدتني الحاجة ومشتني، وقاموا عليا بالضرب وبتاع وشتمونا بألفاظ مش كويسة وعاملين محضر بدوت إن هم تعدوا علينا بالضرب. في اسم قصر النيل، في اسم قصر النيل عملنا محضر بالحاله، وكان معانا شهود شهدت على الموضوع دوت ان هم قاموا علينا بالضرب واتجمعوا عليا كلهم، كله قاعد يضرب فيا الصبح وقعد وادي مدام سويره هيت موجوده معانا. سوير سعد السيد علي من قطاع الفنون التشكيليه شؤون اداريه. الصبح كان احمد محمد زميلي كان رايح يشوف العربيه بتاعت اتجاهات عشان خاطر الوقفه. مديرة الشؤون القانونيه وكل المحامين كانوا واقفين معاها، ومدير الشؤون القائم باعمال شؤون الاداريه كان موجود، والكاست كله بتاع الاستاذه الفت الجندي رئيس اداره مركزيه، الاتباع بتوعها او انصارها احمد زارع وسامح وياسر ومحمود يوسف وواحد اسمه عادل في قسم الكمبيوتر، وهو زميلي معدي راح يشوف العربيه بتاعته، لقاهم بيتهجموا على العربيه عايزين ياخدوها بالاقراء او بفلوس عشان الوقفه بتاعتهم اللي هي ضدنا، فهو اعترض على الحته دي وكده، فراحوا ماسكين فيه وضربوه شتموه، قالوا له شويه كلاب جايين يمشوا المديره بتاعتنا او يمشوا رئيس اداره مركزيه قدام مديره الشؤون القانونيه وقدام القياده اللي كانت واقفه معاهم اللي هم جايين للصف، السيده ألفت الجندي اللي بتديهم مكافئات بتديهم حوافز بتديهم نسب بتديهم كل حاجه. احنا محضر في الاسم يعني وكده وثبتنا الحاله وكده، لان هم ممكن يتعرضونا حضرتك في القطاع وكده، لان هم اتعرضوا لي انا شخصيا قبل كده وعامله لهم شكوى في الشؤون القانونيه عن طريق الوزير حولها وبيتحاسب فيها احمد زارع. سب وقصف ليا.
دي اساليبهم، اساليب ألفة الجندي، وبتحريض منها دايما. الطريقه دي بتاعتهم دايما بتحريض منها للي بيقف قدامها، او اللي بيقول لها انت غلط، او انت ستي ماشيه غلط، او حاولي انت تصلحي من القطاع. انا حاولت اقول لها كده، فعلشان كده انا دايما بتهاجم في القطاع، ومرفوضه من ناحيتهم هم. المستندات اللي طلعناها عليهم بس كده، عشان كده الكلام دوت هو اللي حصل، ان احنا طلعنا حاجات تدينهم ومستندات تدينهم، وظلم وكل حاجه ظلم، ان احنا مش واخدين حقنا في المكان دوت. موظف بياخد 500 جنيه وموظف بياخد 4000 جنيه، ونفس الدرجه ونفس المؤهل ونفس كل حاجه. عشان طلعنا المستندات تدينهم بقى هم يستقصدونا في كل حاجه، وبيشتمونا وبينونا في كل شيء. شكرا.